للحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن الهجوم والتفجير الذي وقع في مدينة الصدر ببغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق إبراهيم العجيلي. أهلا بك سيد إبراهيم. بداية، أصدرتم أنتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بشأن التفجير الذي وقع في مدينة الصدر، واتهمتم من وصفتموهم الميليشيات الولائية بحصد أرواح الأبرياء من العراقيين. السؤال هنا، ما هي مصلحة تلك الميليشيات في استمرار هذه التفجيرات التي لا تحصد إلا أرواح الأبرياء؟ حقيقة في بادئ الأمر لابد أن يعني نستذكر أرواح الناس الأبرياء الشهداء الذين سقطوا في هذه العملية في سوق الوحيلي، وأيضا بنفس الوقت نحمل المسؤولية كاملة على الميليشيات وعلى الحكومة والانفلات الأمني وعدم سيطرتها على السلاح المنفلت. حقيقة الأمر إذا احنا تكلمنا عن الميليشيات اللي هي بالحقيقة بدأ إنشاءها بشكل تدريجي على شكل حشد شعبي، ميليشيا مسلحة لاستبدال الجيش بهذه الميليشيات، وحدث وأنتم شفتوا الاحتفالات بمناسبة تأسيس الحشد وكأنه يوازي تأسيس الجيش العراقي. وبشكل تدريجي أصبحت صفحة الجيش العراقي تموت تدريجيا، وبالتالي هاي الميليشيات اللي هي قياداتها إيرانية بحتة فعلا يعني أصبحت تطلق صافرات الإنذار في العراق بتأجيج إيراني واضح ومبين، ابتداء من الصواريخ العشوائية التي تطلقها سواء على المنطقة الخضراء وسواء على مناطق مختلفة في بغداد وسواء على مواقع الجيش الأمريكي ومواقع الجيش الأخرى، ومرورا في الحرائق التي حدثت للمزارع الحقول الزراعية والحرائق التي حدثت في المؤسسات الرسمية وفي المستشفيات وفي على أي حال حتى من ارتكب منهم جرما أصبح عصيا على السلطة اللي تتمثل بالسيد الكاظمي اللي على أساس أنه هو يقود المرحلة الاستثنائية لحين البدء بالانتخابات الجديدة. سيد إبراهيم، تفجير سوق لوحيلات والأحداث التي سبقت هذا التفجير، إلى ما تهدف مثل هذه التفجيرات التي يشهدها العراق من وقت لآخر في وقت يشهد فيه كذلك حرائق مستشفيات تحصد أرواح الضعفاء من المرضى؟ نعم، هذه هي الفوضى، هذه الفوضى اللي تسميها الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت عليها تسمية الفوضى، ووجود هاي الحشود المسلحة بقيادة إيران هي أيضا تنطلق نحو الفوضى اللي ربما يراد بها الخلاقة، بما معنى الذي يجني الفوائد منها جهة إيران، والذي يدفع الثمن الباهظ هو الشعب العراقي. هي الفوضى، على أي حال هي الفوضى. طيب سيد إبراهيم، هذه المذابح البشرية وفي وقت زمني قصير كما تعلم، من مستشفى ابن الخطيب إلى مستشفى الحسين وأخيرا تفجير مدينة الصدر، ما زالت تقرأ في سياق ما يسمى الإرهاب. السؤال هنا، هل تعتقد أن الرأي العام في العراق وذوي الضحايا سيقبلون بالرواية الحكومية أما يسمى بالإرهاب وأنه هو من يستهدفه؟ وحقيقة هو إرهاب، لكن الإرهاب من الذي يدير عجلة الإرهاب؟ وهي النقطة المهمة والواضح جدا، وما مسكته السلطة باليد وبالمشهود هما الميليشيات التابعة إلى إيران. هذه وقائع حقيقية يعني لا يمكن الحياد عنها ولا يمكن تبريرها بأي شيء من الأشياء. عدم تسمية جهة أو عدم معاقبة أشخاص بأسمائهم باعتقادك، هل سيقنع العائلات التي خسرت أبنائها وذهبوا ضحايا؟ ليش هم حاسبوا من يعني حتى يقنعون الضحايا وعوائل الضحايا؟ من حاسبوه؟ من اعتقلوه؟ من استوقفوه واستجوبوه؟ من؟ وكلهم معروفين الذين ارتكبوا جرائم معروفين وقياداتهم معروفة. يعني الوضع الآن أصبح لا يطاق، والوضع الآن أصبح يسير نحو حكومة إنقاذ وطني وحل البرلمان وصياغة
قوانين وأطر جديدة لإعادة صياغة بناء الدولة من جديد. نعم. في السؤال الأخير إليك سيد إبراهيم العجيلي، يعني إلى أي مدى يمكن الربط بين إعلان مقتدى الصدر رفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وبين التفجير الدموي في مدينة الصدر؟ هل تعتقد أن هناك رابطا حقيقيا بين الحدثين؟ حقيقة الأمر يعني إذا تستطيعون تقارنون بين ما أعلنه الصدر وجماعته أتباعه على أنه البرلمان القادم سيكون لهم ومجلس الوزراء سيكون لهم، بما معنى هم نازين بكل قوة، لكنه اختناقهم واختناق مسؤوليهم بالفساد، يعني عموم الفساد بالعراق، يبدو حصة التيار الصدري أكبر من غيره، وهذا ما كشفه بعض المحافظين وبعض الجهات المسؤولة، أنه المتورطين بالفساد هم من التيار أكثر من غيرهم. وبالتالي فإن حظوظهم أصبحت ضعيفة، وبالتالي حظوظ العملية السياسية القديمة بشكلها الطائفي أصبحت صفر. شكرا. من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي، شكرا جزيلا لك.